ميد راديو. ميد راديو. ومن التقنيات اللي هي مهمة لأجل بث ثقة بالنفس عند الأطفال، ولأجل طمأنة الأطفال وإبعادهم عن الخوف وعن الهلع وعدم الثقة في النفس، هو أنه لما تعلموا أبنائكم الصعوبات وفي الشدائد أنك تعلموا التوكل على الله سبحانه وتعالى. الحياة لا شك أنها صعوبات وأنها شدائد أحيانا، وشدائد الصعوبات تختلف من وضع لوضع ومن سن لسن ومن ظرفية لظرفية. فالأطفال حتى هما بالنسبة لهم عندهم بعض الصعوبات، من أهم الصعوبات اللي كيلاقيو في الحياة ديالهم هو أنه صعوبات في الدراسة، صعوبات في التعامل مع الآخرين، صعوبات ربما أحيانا حتى في النوم، صعوبات في الأكل إلى غير ذلك. فلما كتعلموا أطفالكم توكل على الله سبحانه وتعالى ستكونوا أعطيتهم واحد شحنة عالية من الثقة بالنفس، لأن التوكل على الله سبحانه وتعالى هو كفيل بحل الإشكالات، وهو كفيل بحل المشاكل، وهو كفيل بحل الصعوبات. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيده حل الأمور. هذه من العقائد ومن العقيدة الصحيحة اللي كنت أعطيها للأطفال، للأبناء، للمراهقين، ومن الطفولة من نعومة الأظافر. لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه الله تعالى في همه وأمره وشأنه كله. علمهم أن البدء ديال أي شيء يكون بالتوكل على الله تعالى. التوكل على الله تعالى بشكل مبسط بالنسبة للأطفال هو أنه لما تذكر الله عز وجل تقول بسم الله بداية الأكل، تقول بسم الله بداية التمارين، تقول بسم الله لما تبغي تحل التمارين ديالك ودير وتحل الرياضيات، وكتقول بسم الله لما تبغي تحفظ، كتقول بسم الله في جميع الأمور، في بداية جميع الأمور، في اللعب، في كثير من الأمور اللي ممكن أنه تقوم بها في حياتك. إذن هنا لما كنعطيو هذه المنهجية، منهجية صحيحة هي منهجية النجاح ومنهجية الفلاح، اللي هي منهجية متناسبة مع الفطرة، هي منهجية للمؤمنين، وهي كتأدي النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. لأن الارتباط بالله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله عز وجل هذا شيء مهم جدا، كيبث طمأنة في النفوس، يعطي شحنة للقلوب وشحنة للأجساد، وكيولي الإنسان عنده القدرة على أنه يغير كثير من الأمور في حياته. وكنعرفوا أن الارتباط ديال الأطفال بالوالدين ديالهم، وأحيانا الارتباط المرضي اللي تخلقوه الآباء، كنلاحظوا أنه آباء مكرهوش أن أبنائهم يربعوا يديهم وما يقوموا عليهم بجميع الأمور، أو لأن أبنائهم ما يلقوا حتى شي صعوبة في الحياة، وهذا مخالف لكونية الحياة، مخالف لناموس الكون لخلق الله سبحانه وتعالى. لأن الحياة فيها صعوبات، فيها ظروف معينة، لازم أنه اللي غنساعدهم به بهذا الأطفال هو أنهم نعطيهم ثقة في النفس، وشحنة مهمة للثقة في النفس. فكتعلموا أنه الاستعانة بالله والارتباط بالله سبحانه وتعالى هذا شيء اللي هو أساسي ومهم في الحياة، والتعدي في الكبيرة والصغيرة، في الكبيرة والصغيرة، ماشي غير في الأمور اللي هي كبيرة، لا، علمهم أنه أنتم في حياتكم الخاصة ديالكم في أي شيء كتستعنوا بالله عز وجل، أي شيء كتقولوا بسم الله. فتلقوا بأنه في الصلاة لما كتعلموهم الصلاة راه تنقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين راه تنقولوها 17 مرة في اليوم، تنقولوها على الأقل 17 مرة في الصلوات الخمس. إذن لما غيقولها الطفل في الصلاة دياله وغيقولها في الأمور اللي هي خاصة بيه تقوم بها، تكون اكتسب واحد الدفء، اكتسب واحد المعرفة اللي هي حقيقية ماشي وهمية وإنما حقيقية، لأن الله تعالى بيده الأمور. ولما كتعلمها الطفل أنه يبدأ بسم الله وأنه يقول مثلا كلمة دي تيسير الأمور، مثل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذه من الأذكار اللي خصك تعلموها الأطفال، لأنه تلقاه مثلا تجلس قدام التمرين تيبغي ينجز التمارين، تيبغي ينجز ينجز كيوقف واحد الوقت ما كيعرفش، تيتعصب، تيتقلق، كتجي الأم أو للمربي أو للي تيساعد أو للأخ تيبغي يحل مع التمارين، كيتوتر حتى هو، كيولي واحد سيرورة ديال التوتر،
وكنزيدوا الشحنه ديال التوتر الطفل لانه ما عرفش كيفاش يحل. فمن التقنيات اللي كنذكروها الان وغادي نستمروا فيها ان شاء الله هو انه كتعلموا انه ذكر الله تعالى هو مطمئن القلوب، وهو يجعل الله تعالى يذكرونا. يقول الله تعالى اذكروني اذكركم، فإذا ذكرنا الله غيذكرنا سيدي ربي سبحانه وتعالى كذلك. فبالتالي إذا ذكرنا الله تعالى غادي تكون نتيجة هي تيسير الأمور، تكون نتيجة كذلك لصالح الطفل أو المراهق هي الإطمئنان، بث الثقة في النفس، ودفعة قوية جدا في الثقة بالنفس، ومساندة له في الاستمرار وفي الإلحاح حتى يوصل لهذاك المكان اللي فينبغى، أو لحتى يحل ذاك الإشكال اللي عنده. إذا هذا شيء مهم جدا، وحاولوا ما أمكن أنه تكون بطبيعة الحال قدوة لهذا الأطفال من خلال أنه تعلموه الأذكار ديال الصباح، الأذكار ديال المساء، أذكار الدخول، أذكار الخروج. فجزء مهم جدا أنه كتوكل على الله، كدير لي عليك كيف تنقولوا، كتوكل على الله تعالى وتعمل عقلك. وطبيعة الحال أن التوكل على الله ما تعنيش أنه تلغي القدرات ديالك أو لا تلغي أنك تعلم مهارة جديدة، لا أبدا. وإنما فكما تقول النبي صلى الله عليه وسلم أي أمر لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع. كل شيء نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا جزء مهم جدا في بث ثقة عند الأطفال بالنفس، ولا شك أنه يأتي أكله إن شاء الله تعالى.